بين جدران ورشته الصغيرة يحسن الفنان عبد الجبار مداعبة الريشة، ما جعله يبدع في رسم لوحاته الفنية الساحرة. تميت بهذا الفن منذ نعومة أظافري، يعني منذ الصغر كانت هواية كنا يعني نجسدوها يعني في البداية على الطين وما إلى غير ذلك، على الجدران وكذلك على الأوراق. تحقت بمدرسة الفنون الجميلة بولاية أم الصغانم، ومن شأنها الحمد لله يعني في هذه المهادفات العام في الأعوام التي قضينا في مدرسة الفنون الجميلة تعلمنا بزاف اختصاصات، من الخط العربي، منها الرسم الزيتي. رسم الفنان وترجمة ما يجول في خاطره أعطى بعدا جماليا في إبراز التراث الصحراوي. أكو تشوفوا معظم القصور القديمة، الأزقة، القصور وما إلى غير ذلك، من أجل تثمين هذا الموروث الثقافي والحفاظ عليه. كانت لدي مشاركات يعني وطنية ودولية، ووطنية منها ولاية البليجة، ولاية واد سوف. على الصعيد الدولي كانت في تركيا من أجل نعرف بالموروث الثقافي الصحراوي الجزائري. ليكون بذلك ابن بلدية سالي خير سفير لفنه الذي يبرز عمق تاريخ وأصالة منطقة توات.